هانتوما الغزالة ديالي كتجي غزالة، واحد التحلية غزالة رائعة، البنات بنينة. هانتوما البنات، درتها بالنكهة ديال البسكوي، درتو ديال الأوريو ونكهة الفانيلا والفرامبواز يعني الفراولة. كتجي غزالة البنات، خليكم معايا. ان شاء الله بإذن الله نوريكم يعني المقادير والطريقه ديال التحضير ديال التحليه. هنا راه غادي نقطعها معاكم ونوريكم الطبقات كيفاش يبانوا زوينين البنات، لا منظر لا مذاق، يعني شي حاجه طوب، يعني تقدري تحضريها للناس ضيافك، شي حد عزيز عليك، كتجي زوينه البنات. ها انتم البنات، رائعه رائعه. شوفوا كيف كيبانوا دوك الطبقات وباللوغو ديال الاوريو وديال الفاني، كتجي غزاله البنات. خليكم معايا باش نوريكم الطريقه ديال التحضير ومجموعه من النصائح باش تصدق معكم هاد التحليه وتحليات اخرين البنات. وشكرا لكم على التتبع، وكنتمنى ان شاء الله البنات دعموني باللايكات ديالكم باش تدعموني ان شاء الله وتحفزوني باش نقدر ندير معكم بزاف ديال الفيديو، بزاف ديال التحليات البنات. السلام عليكم الغزالات ديالي، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله باذن الله. جيت نحضر معكم البنات واحد التحليه كتجي خطيره وغزاله البنات، اقتصاديه ما كتاخذش فلوس بزاف. ها انتم البنات، درت هنايا واحد 5 ديال الاكياس ديال اوريو اللي طحنتهم في الهاشوار البنات، تولوا على هذا الشكل هذا، ودرت عليهم واحد جوج معالق كبار ديال الزبده اللي ذوبتهم، ودابا كنخلط العناصر مع بعضياتهم باش ديك البسكويت اوريو يتلبس ليا بديك الزبده باش نقدر نبريسيه في المول ديالي اللي غادي نحضر فيه هاد التحليه. صافي البنات، وهنايا غادي نبقى نخلط الاوريو مع الزبده حتى ينسجموا مع بعضياتهم. الا بغيتو ديروا في العوض ما ديروا الزبده، بغيتو ديروا دانون ديال الشوكولا ولا ديال الكراميل حتى هو تقدروا ديروه، ولا الشوكولات دايب، ولكن فيما ان اوريو حلو وفيه الشوكولات حلو، درت غير الزبده باش كاع ما نكثر الحلاوه بزاف. فهمتوا البنات، من الاحسن ديروا الزبده هي اللي ما كتكونش حلوه بزاف. هذا الشيء اللي كاين البنات. دابا غادي ناخذ المول ديالي. البنات ما عندي المول اللي كيتحل ما الا درت فيه الحشوه، وكنلقى فيه مشكل، كنلقى فيه واخا كيسيح. فهمتوا البنات، قلت من الاحسن ندير في هذا المول هذا، وغادي نبقى نبريسي هكا على هذا الشكل هذا بكاع ديال الكاس حتى تبريصا هذا الاوريو كامل على الكاع ديال. شوفوا البنات راه لعبانه ويا قاش قاش. انا كنبريصا وكتلصق ليا في الكاس، حتى كتبدا تبريصا وكتلصق ليا شي بلاصه في الكاس. دابا عاد غادي نعرف لها البراتيك ديالها، غادي نقادها مزيان البنات باش منين نكبوا عليها هذيك هذا اي حاجه يعني الفلون ولا اي حاجه غادي تكبوه من الفوق باش كاع ما تهز كامله ديك البسكوي اللي غديرو باش كاع ما يطلع كامل، حيت الا درتي غادي يطلع كامل، غادي يطلع في غيولي مخلط البسكوي مع الفلون. انتوا البنات بغيت نقول لكم فاش بغاو تكبو ضروري ديروا شي عاشقه، ما تكبوش نيشان فوق من البسكوي، غتكبو فوق من العاشقه باش ما يطلعش داك البسكوي كامل، يتخلط كلشي يتخلط مع بعضياته. ها انتم البنات، هنا درت الفريز حيت غاد هاد التحليه غادي نديرها بالفريز وبالفاني. درتو كيطيب مع العسل، مع عفوا السكر سنيده، وخليتهم كيطيبوا، في الاخر غادي نطحنهم بالميكسور. انتم البنات، كنطحن هكا على هذا الشكل هذا حتى غادي نحس بكلشي، داك الفريز كله تطحن. من بعد ضروري تصفيوها البنات في شي صفايه باش كاع ما يبقاو دوك الحبيبات ديال الفريز، ولا كانت باقا شي كتله ديال الفريز باقا كاع ما طحنات صافي تبقى باش كاع ما تخسر لك المنظر ديال التحليه ديالك. هذا ما كان البنات. صافي دابا غادي نخلط، ندير الحليب، غادي ندير اترونس ديال الحليب البنات مع الفلون فاني. غندير ثلاثه الباكيات ديال الحليب،
مع 4 ديال لي ساشي ديال الفلون فاني صافي. وغادي ندير السنيده لحقاش، غادي ندير شويه ديال السنيده البنات، ما غاديش نكثر بزاف. وواحد الحاجه البنات، ما تجيوش تكبوا الفلو، غادي يكونوا بزاف الناس عارفينه وبزاف الناس ما عارفينهاش. هانتوما انا درت الحليب في الكاسرونه، عاد فكرت بلي خاصني ندير سنيده، درت عفوا السنيده في الكاسرونه مع الحليب، عاد فكرت بلي خاصني السنيده نديرها مع الفلو. غادي نديرها فواحد الطبسيل وغادي نخلط الفلو مع السنيده باش كدوب، حيت ان فوا كديري الفلو نيشان على الحليب كيبقاو كوتال، يعني كيبقى محجر. ولا خلطتيه مع سنيده في طبسيل عاد باش كبيتيه على الحليب كيولي مزيان، ما كيتحجر ما والو، ما كيبقى ولا كوتال لا كويرات حتى شي حاجه. بهذه الطريقه البنات كيجي الفلو زوين كامل، ما كتلقاي فيه حتى شي حاجه مكوره. صافي كيف شفتوا البنات، انا دابا درت غير 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده في اطرونس ديال الحليب، 3 درتهم في الكاسرونه وحده راني درتها في الطبسيل وغادي نخلطها مع الفلو. كيف قلت لكم اطرونس ديال الحليب 4 لي ساشي ديال الفلو باش كيجي عاقد مزيان، باش ما تيجيش سايح، كيشد فراسو مزيان. وغادي نزيد معاه البنات هذا النشا، جوج معالق كبار ديال النشا غادي نديرهم في الكاسرونه البنات. انا كان خاصني نديرهم حتى هو نديرهم مع الفلو ونسيت، مع ضعقني ولدي عرفتي كيدور ليا برجليا وكاين الماعن تحت البوطاج، عرفتي اش داير ليا حاله البنات، كيجبد ليا اللعاب داك الماعن وانا نرجع ويجبد وانا نديرهم جاني، ما بقيتش عارفه شنو كندير، ما عرفتش كيفاش خرجت التحليه زوينه، ني ما درتش ليهم الملح ولا شي حاجه اخرى لاباس عليهم. هنا البنات جبدت ديك اولا ضحكتني ماما مسكينه. هانتوما انا غادي ندير جوج معالق ديال النشا، صافي كافيين يعني. هانتوما غادي نزيد غير واحد شويه حيت المعالق ما كانوش عامرين مزيان، جوج معالق كافيين. وكيف قلت لكم البنات ماما شافت ديك اولاي تقول لي واش حتى هي غادي ديريها، تي قتلتني بالضحك مسكينه. عارفين نتوما الناس الكبار ما عندهمش ماشي ديال التحليه والتخربيق. ولا بغيتو تعوضوا البنات هذا الفلو ديروا بلاصو لا كريم باتيسيير، حتى هي كتجي كتحمق، ولا النشا بوحدو بلا ما ديري الفلو، يعني داك الفلو بحال كي انا ما كثرتش النشا، حتى ما كثرتوش. الا بغيت ندير النشا بوحدو راه ندير كميه اكثر. الفلو كيعطي نكهه يعني كيجي زوين، اما الا درتو النشا غادي تنكهوي بالفاني ولا شي حاجه، هذاك لي ساشي ديال الفاني. صافي هادشي اللي كاين البنات، هانتوما كنكب، رغم ذلك انني دايره المعلقه كنكب فيها وباش كاع ما تخسر ليا ديك البسكوي من التحت ما يطلعش كامل، ورغم ذلك كيطلعوا شي حبات اغلبيه طلعوا. كنبقاو نكبو هكا البنات بشويه بشويه حتى كنساليو الخليط ديالنا كامل. عرفتي جات كتحمق البنات التحليه، غير جربوها الا بغيتو عندكم كؤوس اولا زلايف ديال اللي كتقدموا فيهم التحليات او هذا او لي صالاد خوي، كيجيو زوينين كذلك. كديروا البسكوي لتحت، كديروا الطبقه الاولى ديال الفلو، الطبقه الثانيه كديروا فيها باش ما بغيتوا كديروا الليمون، يا اما كديروا الفريز اللي بغيتوا ديروه من الفوق كديروه، او الشوكولا اللي بغيتوا، اي غاناج بغيتوا ديروه من الفوق كديروه. هذا ما كان البنات، هنايا غادي بعد ما طحن داك الفخيز ديالي ولا وصفيتو، هنا خديت عاوتاني 3 المعالق ديال السكر سنيده ودرت فيهم هاد الجوج ديال لي ساشي ديال الفلون ديال الفخيز. صافي غادي نحركهم كيف العاده، كيف ما درت مع الفلون ديال الفاني، غادي نحركهم وغادي نزيدهم على الفريز اللي عندي في اللي باقي في كاسرنا، ونشعل عليهم يطلع فيهم الغليه البنات، وغادي نطفي عليهم نخليهم تيبرد الخليط شويه على الماء، حيت انا درت الطبقه الاولى درتها في الثلاجه في الفريغو باش تشد راسها، بعد ما يعني بعد ملي غادي تبرد هاد الطبقه الثانيه ديال الفريز شويه تبقى يعني تقدر ديري فيها صبعك، فهمتي ديري في صبعك وما تحرقيش غاتجيك غير دافيه، فهمتوا البنات. صافي غادي نحرك مزيان، غادي نخليها تطلع فيها الغليه ونحطها بين ما ديك الطبقه الاخرى تشد في راسها شويه، وهادي بردات صافي غادي نديرها فوق الطبقه الاخرى. كتجي غزاله البنات صراحه، كتكون ديك لوغو ديال فاني مع الحموضه مع فهمتي، كتجي غزاله. وكيف ما قلت لكم حتى ديال لا كريم باتيسير كتجي كتحمق البنات غزاله،
انا درت الحجم العائلي البنات، حيت حنايا تبارك الله ما شاء الله راه كاينين دابا كتار، داكشي علاش درت انا نورمالمون كنديري في الكؤوس فرديه، ودابا بغيت ندير هاي فهاك بهذا الشكل هذا. ها نتوما كيف تشوفوا من داك الطرفه ديال البسكوي ديال الاوريو طلعوا جاوا عاطين منظر غزال ما شاء الله. صافي البنات، واخا كيبان لكم بخار راه ماشي سخونه بزاف، راه غير فهمتوا يعني ماشي سخونه بزاف، غتكونوا فهمتوني ما كنعرفش نوصل الهضره. هذا مكان البنات صافي. اصلا علاش طالع هذا البخار بزاف؟ حيت خليتها يعني هذيك درتها في الفريغو شدت في راسها مزيان كيف شفتوا عاد، باش هذا هو الشكل النهائي ديالها البنات. كيجي غزال ما شاء الله، المذاق هائل، ويقدروا ياكلوها حتى الناس اللي عندهم سكر، لانني ما كثرش فيهم الحلاوه بزاف، ما كثرش الحلاوه بزاف. الا شفتوا اطرونس ديال الحليب درت فيه 4 المعالق كبار ديال السكر ما غاديش يجي حلو بزاف، فهمتوا البنات؟ كاين اللي كيدير الحلاوه اكثر، وانتم تقدروا تلعبوا على الذوق ديالكم، على حساب انتم ديروها كاع غير الحلاوه عاديه ديال الفريز وداك الشيء ديروه مسوسه يعني فهمتي، تقدروا ديروه كيف ما بغيتوا. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها، واللي مسكين ذوقته وهي زوينه عجبات وقال لي ماما حطي ليا. وهنا غادي نوريكم كيف تجي من الداخل، كتجي واعره البنات، وجربوا حتى الطريقه البنات. دابا نجرب معكم طريقه ديال لا كريم باتيسير، كتجي كتحمق حتى هي، كتجي كريميه بزاف، كتجي هائله. نقدر نجربها معكم بلا جينواز البنات، لا جينواز رقيقه، ونجرب هذه المره معكم بالليمون. عطوني في خليو لي الاراء ديالكم في التعليقات اش من تحليه بغيتو ندير معاكم، وانا غادي نبقى نحضر معكم ان شاء الله باذن الله. البنات راه غير معايا كنديرونجا مع ولدي باقي صغير، وكيديرونجيني ما شاء الله حركي بزاف ومشطون، ما كنلقاش الوقت كيفاش ندير نحضر معاكم شي حاجه ولا. ها شي جات واعره البنات والله، فيها واحد البنه زوينه والله، واحد كتعجبني الحاجه اللي كتكون فيها شويه ديال الحموضه كتعجبني، فيها ديك شويه ديال الحموضه ديال الفريز جات واعره. هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى تخليو ليا لايك.